السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تلاميذ ولا حتى أولياء تلاميذ لهم يشاهدوا فينا. معكم الأستاذة ياسمين، واللي أول مرة يشوف القناة ما ينساش الاشتراك والضغط على الجرس إن شاء الله باش يوصلكم كل دروس الفصل الثالث إن شاء الله. أوكي يلا بلا ما نطولوا عليكم ونبداو بالدرس تاع نهار اليوم اللي يكون ولا اللي حيكون إن شاء الله في مادة اللغة العربية، بالتحديد راح نشوفوا المد لفظا ولا رسما، معناتها المد كيف ألفظه، معناتها كي ننطقه، وكيف أرسمه، ماشي بمعنى الرسم، بمعنى كيف أكتبه، مفهوم؟ يلا نبداو نقراو الأمثلة تاعنا ونشوفوا مع بعض كيفاش يطيحوا لنا أسئلة الفرض ولا الاختبار عليهم. الأمثلة تاعنا عندنا: مشى المسافرون ولم يتوقفوا حتى يصلوا. إذا الجملة الأولى نعود نقراوها: مشى المسافرون ولم يتوقفوا حتى يصلوا. معناتها المسافرون هادو كانوا غير يمشوا 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 وما حبوش يحبسوا حتى يوصلوا للوجهة تاعهم. هذه بالنسبة للجملة الأولى. الجملة الثانية تقول: ذلك الجبل ضخم. معناتها واحد كان يمشي يمشي حتى بدا يبان له هذاك، بدا يبان له الجبل، كي تقرب ليه قال ذلك الجبل ضخم، معناتها هذا الجبل بزاف كبير، مفهوم؟ هذه بالنسبه للامثله تاعنا. يلا الان واش راكم تلاحظوا؟ هذه اللي كتبتكم للكلمات المكتوبه باللون الاحمر هي اللي راح نستخرج منها المد سواء لفظا او رسما. اذا يلا نبداو ونشوفوا القاعده تاعنا واش تقول ونفهموها. اذا قلنا المد رسما، معناتها المد عندما يكتب، مفهوم؟ المد رسما معناتها اكتبه، المد لفظا معناتها انطقه ولا اكتبه، مفهوم؟ اذا يلا نشوفوا القاعده تاعنا. المد رسما معناتها وقتاش نكتبه، معناتها العصا المد، يلا ابنائي المد شوفوا معايا، معناتها هذيك العصا، مفهوم؟ اللي هي هنايا كما كتبتها لكم. يتوقف يصل، يلا نشوفوا. تكتب الالف ولا تلفظ في، معناتها الالف تاعنا ولا المد تاعنا، تفكروا الالف والمد تاعنا. يكتب ولا يلفظ، معناتها نكتبو بصح ما ننطقوش. في اما حالات، في اربع حالات، يلا نكتشفوا شنو هما هاد الاربع حالات مع بعض. اذا الحاله الاولى كيكون عندي الفعل المضارع المجزوم. وشنو معناتها فعل المضارع المجزوم؟ معناتها فعل مضارع في هذا الوقت، معناتها دوكا ماشي في الماضي، مجزوم معناتها يا دخلت عليه لم ولا دخلت عليه لا، معناتها هادو ادوات الجزم هو لا ولم. عندنا مثال: لم يذهبوا. لم، يلا هاني درت الجزم، لم هو تاع الجزم، وراه الفعل المضارع هو يذهب. اوكي، اذا فعل مضارع مجزوم مثل لم يذهبوا. لاحظوا لهنا كتبتها لكن ما نطقتهاش، ما قلتش لم يذهبوا، لا. اذا شوفوا واش قلنا: تكتب الالف ولا تلفظ، معناتها ما ننطقهاش، مفهوم؟ هذه بالنسبه للحاله الاولى، معناتها وقتاش نكتب الالف وما ننطقهاش؟ كيكون عندي فعل مضارع مجزوم، معناتها فعل في هذا الوقت وفيه ادوات الجزم سواء لا ولا لم. هذه بالنسبه للحاله الاولى. الحاله الثانيه في الفعل المضارع المنصوب. وشو معناتها فعل المضارع منصوب؟ فعل مضارع معناتها دوكا، ومنصوب معناتها دخلت عليه ادوات النصب، مثلا كيما لهنا اعطيتكم لن، لن يذهبوا، دونك لاحظوا لن يذهبوا اداه النصب هي لن، يذهبوا فعل مضارع منصوب، لكن لهنا شوفوا العصا ما قلتش لن يذهبوا، قلت لن يذهبوا، كتبتها بصح ما قريتهاش. اللي بعده عندنا فعل الامر. كل افعال الامر نكتبوا لها الالف لكن ما ننطقوهاش، اذهبوا، مفهوم؟ اذا فعل الامر كذلك نكتب المد رسما وما ننطقوش. هذه بالنسبه للثالثه. الرابعه عندنا الفعل الماضي المقترن بواو الجماعه، معناتها غير نشوفوا واو الجماعه، دونك بلا ما تكسروا راسكم، غير نشوفوا واو الجماعه نديروا المد تاعنا، معناتها نكتبوا المد تاعنا ولا ننطقه، مثلا ذهبوا، مفهوم؟ اذا لاحظوا لهنا كاع عندي جمع، نكتب المد ولا ننطقه. اما بالنسبه للمد لفظا، وقتاش معناتها لفظا؟ معناتها تنطق الالف ولا تكتب، ننطقها بصح ما نكتبهاش. عندنا امثله: لكن، شوفوا راني نقول لكن بصح مانيش نكتب الالف تاعي، كتبتها لكن. هكذا، هكذا، دونك ما كتبتش الها، ما طلعتهاش، اذا هذا هو شنو معناتها لفظا. عندنا كذلك اللي بعدها الكلمه لذلك، لاحظوا معايا قلت لذلك، لكن لهنا عمرنا لنديرو الالف، علاش؟ لانها تنطق لكن لا تكتب. نفس الشيء هذا، اذا هذا ما نحوش نكتبوها مثلا هكذا، هذا لا، وانما لا ننطق، عفوا لا نكتب الالف لكن ننطقوها. نفس الشيء هذه، هذاني،
أولئك هؤلاء كلها عندها مد لفظا. وشنو معناتها؟ معناتها ننطقوها لكن لا نكتبها. اذا هادو بالنسبه لهادو لازم نحفظهم ابنائي، لانه دائما تسحقهم ان شاء الله في التعبير تاعكم. اذا حذاري من الاخطاء الاملائيه فيهم. دائما هادو جو مشهورين، لازم نعرفوا باللي المد فيهم تنطق لكن لا تكتب. هذا بالنسبه تاع الدرس عفوا تاع نهار اليوم اللي كان المد رسما ولفظا، معناتها وقتاش ارسمه ولا اكتبه ولا يلفظ، والعكس وقتاش نلفظه وما نكتبوش. اي سؤال ولا استفسار خلوه لي في التعليقات، نجاوب عليه في اقرب وقت ممكن. وكما نقول لكم كالعاده بالتوفيق ان شاء الله.